لليوم الثالث على التوالي تستمر المظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات في عدة مناطق عراقية رغم إعلان حظر التجوال. الحكومة العراقية حظرت التجوال في بغداد والحلة والعمارة والناصرية والنجف ومناطق أخرى. بررت قرارها بالحفاظ على الأمن العام وحماية المتظاهرين من بعض المتسللين، وكذلك قطعت الإنترنت عن أغلب مناطق العراق بعد حجب وسائل التواصل الاجتماعي البارحة. في بغداد مثلا والتي شهدت أكبر الاحتجاجات، بدأ حظر التجوال منذ الساعة 5 صباحا إلى أجل غير مسمى، وتم قطع الطرق الرئيسية فيها. ومع ذلك تظاهر العراقيون قرب ساحة التحرير، بل وحاولوا الوصول إليها ربما للتوجه إلى المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكومية والدبلوماسية، لكن القوات الأمنية منعتهم. أما في ذي قار فتظاهر الناس في قضاء الرفاع واقتحم بعضهم مبنى مجلس القضاء. حصيرة الضحايا حتى الآن 19 قتيلا بينهم شرطي ومئات الجرحى والعدد مرشح للارتفاع. البارحة مساء خرجت مظاهرات في عدة مناطق في جنوب العراق مثل الكوت، الناصرية، البصرة، النجف، ميسان. قتل وجرح العشرات من المتظاهرين، وقيل أن المتظاهرين أيضا أحرقوا مبنى مجلس محافظتي النجف وميسان، وأحرقوا مقر أحزاب سياسية وفصائل مسلحة. وفي وسط مظاهرة من المظاهرات أراد عراقي أن يعبر عن احتجاجه بإلقاء شعر ينتقد فيه الحكومة وسوء الأوضاع. الفيديو تم تداوله من قبل العراقيين بكثرة عبر وسائل التواصل، انظروا إليه. إن الحضارة تستغيث من الأذى، قانون فجر الأرض عندنا ينحر، ملك لكم، نفط العراق ونخله، والشعب ينتظر المعاجز تظهر. سنغير التاريخ حين نجمهر. يا موطني لا تستغيث من الأذى، أنت العراق وكيف هكذا تظهر. احمل عليهم قطبت عصورهم. سنغير التاريخ حين نجمهر. رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب أيضا الثلاثة عقدوا اجتماعا أمنيا البارحة مع قادة الكتل والأحزاب السياسية في قصر السلام، وخرجوا بهذا البيان: ضرورة التواصل المباشر ما بين الحكومة وممثلين عن المتظاهرين لإدامة حسن التفاهم والعمل معا من أجل الإصلاح والتغيير المنشود، إطلاق حوار وطني صريح وبناء حول الإصلاحات ومقتضياتها، دعوة أصحاب الرأي من المثقفين والباحثين العراقيين إلى الإسهام في الإصلاح من خلال طروحاتهم ومقترحاتهم. اليوم أعلنت إيران إغلاق معبري خسوري وجذابة الحدوديين مع العراق لدواعي أمنية، لكن البعض قال إن المعبر تم إغلاقه بناء على طلب الجانب العراقي.